في إطار محاربة كافة الجرائم لا سيما المتعلقة بالبيئة والصحة العمومية، تمكنت فرقة الأمن والتحري ببسكرة من معالجة قضية تتعلق بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة غير المعالجة. تأتي هذه العملية بناء على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة، مفادها وجود أشخاص يقومون بسقي المحاصيل الزراعية، أشجار النخيل، الزيتون، أشجار الرمان ومحاصيل أخرى بالمياه القذرة بمنطقة المسيد بلدية بسكرة، ليتم مباشرة التحريات والقيام بتمشيط محيط الأراضي الذي يبلغ حوالي 20 هكتار من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، أين تم توقيف 5 أشخاص. تم إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بتقديم متورطين أمامه والتنسيق مع السلطات البلدية من أجل القيام بإجراءات إتلاف المحصول، وبهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن. تدعو قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة كافة المواطنين إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات وكذا أخرى تمس بالأمن والنظام العموميين. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.